السلام عليكم الإخوان، في حلقة جديدة من كتاب قريته مع رفيق. اليوم غنهضر لكم على واحد الرواية من جزئين. عطات لي واحد التلميذة كتقرا عندي في الثامنة. الرواية هي قواعد جارتين، الكاتب ديالها عمرو عبد الحميد، وهو اللي كتب مؤلف هو اللي ألف الثنائية ديال أرض زيكولا. المهم ما قريتهاش، مي هاد الرواية هادي دفعتني أنني نقرأ ديك ثنائية أرض زيكولا. المهم الرواية ذات طابع سياسي، كتهضر على واحد المهم الشخصيات راه خيالية، مي عندها نقدر نديرو لها إسقاطات في الواقع، حتى المكان تاع هوايا اللي كدور فيه الأحداث. الرواية كتهضر على واحد الدولة فيها شعب مقسم على جوج، كاين الشرفاء وكاين النسالة. الرواية غادي نقولوا انها سياسية لانها كتعكس الواقع ديالنا، خاصة في الدول العربية. الشرفاء في هذه الرواية هذه هم اللي كيسنوا القوانين، هم اللي كيتحكموا في كل شيء، وغالبا ملي كيقوموا يسنوا ملي كيديروا القوانين، فديك القوانين غالبا كتصب في الصالح ديالهم. وهناك النسالة اللي مضطرين انهم يعيشوا في ظل ديك القوانين اللي في الاغلب ديالها كتكون مجحفة. هي رواية الحق كتعكس الواقع ديالنا فريمون. انا يوم جيت ايطوني الطريقه ديال السرد ديال الكاتب، زوينه بزاف، خفيفه، كاين تسارع ديال الاحداث، يوسي كتعطيك ديك الرغبه ديال انك ما كتبغيش تحيد الكتاب من يدك، وانك تبقى تقرا وتقرا تتسالي الروايه في اسرع وقت ممكن. فيها بزاف ديال الرسائل اللي المهم بزاف ديال الرسائل السياسيه. كنتمنى انكم تقراوا هذه الرواية، ونتمنى انها تعجبكم كيف ما عجبتني. والى اللقاء في فيديو اخر مع رواية جديدة، وما تنساوش تابوناو على لاشين. السلام عليكم.